جائزة قنطاس أو عامل قنطاس لهذه السنة 2018 هو مزيان بوسعيد. من عزازتها ولديتنا من ولاية تيزي بالزوفة تصفيق رجلا للفائز ألف ألف ألف. طبعا هذه هي في مثابة حوالي 45 ولاية بما يعادل 73 فنان خارج الولاية و15 فنان من ولاية الجفا. طبعا هذه الشيء الجديد فيها انها طبعا تحمل نوع من الإضافة الجديدة انها هناك قامات من الفن التشكيلي على مستوى الوطن. المعرض كان رائع من جميع الولايات، كان ثري باللوحات، وهذه زوج لوحات تعبر عن الفن المعماري الهندسي المزابي الغرداوي، وكذلك هذا تعبر عن الصحراء وقسوة الصحراء والنخيل.